كمان موضوع يعني الشيء بالشيء يذكر بقى فيما يتعلق الحقيقة بالكلام اللي بيثار إعلاميا يتعلق بحسام عاشور. فحسام عاشور هو كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. حضراتكم تعلموا وتذكروا أنه كان في قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بمنع مباريات الاعتزال بعد ما دخل الاحتراف كرة القدم في مصر سنة 1990. لكن لأنه في خصوصية وفي سمت خاص لحسام عاشور وفي ثلاث معايير الحقيقة انطبقوا عليه، مجلس إدارة النادي الأهلي ارتأى أنه يستثني حسام عاشور من هذا القرار. حسام عاشور 16 سنة يمثل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ تصعيده من قطاع الناشئين، لم يثر أي مشكلة وكان نموذج للانضباط والأداء المحترم الراقي بابن من أبناء النادي الأهلي داخل جدران القلعة الحمراء. 2، لم يرتدي أبدا حسام عاشور قميص سوى قميص النادي الأهلي خلال مسيرته الكروية الحافلة. 3، حسام عاشور ينتوي إنهاء حياته داخل جدران القلعة الحمراء. كل ده الحقيقة دفع مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط إنها تاخد قرار باستثناء حسام عاشور وإقامة مباراة اعتزال له لتوفر قدر من الدخل المادي يعني تقديرا لعطاء حسام عاشور طوال هذه السنوات. مش كده وبس، وتقرر كمان التنسيق مع قناة النادي الأهلي اللي هي طلبت الحقيقة في حال إذا ما اعتزل حسام عاشور إنه ينضم للقناة كمحلل أو كعضو فريق فني داخل القناة للاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب خلال كل هذه السنوات. رقم 3، كمان قرر الكابتن محمود الخطيب أنه يوفد أو يرسل أو وافق على سفر حسام عاشور إلى إحدى الدول الأوروبية لعمل نوع من المعايشة ولحضور كورس مكثف سواء فني أو إداري وقضاء فترة معايشة في كبرى الأندية لإعداد حسام عاشور ككادر من كوادر النادي الأهلي اللي يستفيد منهم على الفور بمجرد اعتزاله. فالحقيقة احنا بس الشيء بالشيء أذكر بنوضح لحضراتكم ليه النادي الأهلي اتخذ قرار تقديرا لحسام عاشور مثل هذا النوع علشان ما يحدثش نوع من المقارنة. طب هل ده ممكن يحدث في المستقبل؟ يحدث في المستقبل إذا تكرر مع أي لاعب انطبقت عليه هذه المعايير. مجلس إدارة النادي الأهلي بيؤكد أنه سيكرره ولم يتخلى سابقا عن ابن وبالتالي لن يتخلى مستقبلا عن أي ابن. هذا هو النادي الأهلي، والنادي الأهلي هذه هي أخلاقياته، هذه هي مبادئه الحريص عليها. نشكركم.